أمام محكمة مدينة شتوتغارت الألمانية مثل زوجان روسيان بتهمة التجاسس لصالح روسيا على مدى أكثر من 20 عاما أقام خلالها في ألمانيا تحت هوية نمساوية مستعارة. وقام المتهمان بنقل مئات الوثائق السياسية والعسكرية التي تخص الاتحاد الأوروبي ومنظمة حلف شمال الأطلسي من ألمانيا إلى المخابرات الروسية. ويقول المدعي الفيدرالي رولف هانيش: كان المتهمان يستعدان للعودة إلى روسيا. لم نعثر على معلومات كثيرة منذ وقت طويل إلى غاية 2008، لأن الكثير من الوثائق تم إتلافها. واستطاع الزوجان تكوين محيط اجتماعي بالقرب من شتوتغارت منذ الثمانينات، وكان يتقاضيان حوالي 100,000 يورو سنويا مقابل أنشطتهما التجاسوسية. واكتشفت السلطات الألمانية أمر الزوجين قبل حوالي عام، وهما يقبعان في السجن على ذمة التحقيق في انتظار انتهاء المحاكمة نهاية يونيو المقبل.